morning. انترفيو امال عون بجانة. زايجة هون انا؟ لا اوكي. Okay. امال قد ايه صار لك بعمان؟ 33 سنة. كم سنة صار لك بت بنحات؟ من ال 92 من 92 بلشت رسم ونحت. شو عطتك عمان للفن تبعولك؟ هي بفتكر عمان اللي عطتني كل الانسبيريشن. اول شيء بتعرفي عمان بلد كتير رايق وشعبها كتير طيب، وبعدين بفتكر لانه بيسفول كونتري حسينا هون براحه، يعني بعتبرها بلد الثاني انا. مشان هيك قدرت اخذت كتير وقت بالنحت، واللي بعمله كتير عن عمان، يعني قد ما بيوحوا لي بعمل عن عمان، عن بحرها وعن جوها وعن جبالها. شو احلى قطعه عملتيها بعمان؟ والله عملت عندي كذا قطعه حلوه، بس احسن شيء عملت قطعتين لجبران خليل جبران، عملوا انه هو بالبينتينجز تبعوله، بس كوني انا عايشه بعمان يعني حسيت انه لازم هدول اعطيهم. قطعتين حلوه، وحده اسمها عاريه جبران، ووحده ثانيه سميتها حزن في كانا، لانه وقت ضربوا كانا بجنوب لبنان عملت القطعه هيدي. عندك اتصال بنحاتين بلبنان؟ حقيقه لا. بس ناوي اعمل على رد لما ارجع لبنان على طول، بلش اشتغل تحت. عمرك فينا نرجع بس ناخذ اللي عم تساليها انه شو اسمها وشو بتعمل؟ اول بارتي، اول سؤال، في درجه برا ولا اسفايل؟ ما سالتها اسمه وشو؟ انه شو ولا شو بتعمل؟ ولا هو في درجه بس لا سالتها اذا بترتاح شو اللي بتعمل؟ اوكي 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 هلا ثاني انترفيو. نحس انا سترولين. انا كمان. شو استفدت من عمان؟ شو عطتك عمان؟ عم بس هاي الجمله، بس هاي الجمله. عطتني راحة النفس، ما قلتها قبل بس بقول لك راحة النفس، لانه قلت لك اتس بيسفول كونتري. وكوننا نحن يمكن كان عندنا حرب بلبنان حسينا هون، بس الحقيقه لا، ما في نقول شعبه كثير مؤدب وكثير بحب الغريب، مشان هيك نحن بنحس انه عايشين ببلدنا الثاني. كم سنه صار لك هون؟ 33 سنه. Cut.